السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم على موضوعين اتنين. الموضوع الأول هو ساو نتورك، هذا تطبيق هندي البقرة. كنا حطينا فيديو عليه، أين ذهب الفيديو؟ هنا عندنا فيه 230 مشاهدة. هذا التطبيق جديد والناس كامل يتكلموا عليه، ولكن دوك نرجعوا له. الميزة تاع التطبيق هذا فيه ميزة مش مليحة. شوفوا التطبيق وين يروح، بس كل هاتف هذا شغل فيه اندرويد يحمي الهاتف. التطبيق نخرجوا نلقاه لا. لما بحثت على التطبيق لقيت باللي عنده، راح نعاود نخرجوها دوك نخرجو برا. يدي صلاحيات من الهاتف، عنده صلاحيات كبيرة يدي من الهاتف، يولي شغل الهاتف تاعك عندهم. لا أعلم، خلي نكمل الفيرسيون هذه نشوف هل الهاتف رجع يقبله ولا لا، ونعود نكمله. لأنه لو كان ميقبلوش الهاتف لازمني نحذف التطبيق هذا. نحذفهم القناة ونحذفهم الهاتف ثاني. نوقف التصوير حتى نشوف التطبيق هل يعاود يبقى يخدم برا ولا لا. كيما نشوفو ها عاود خرجت من التليفون ورجعت، زدت لقيتو التطبيق دخل هنا. يعني التطبيق هذا فيه ريسك بزاف على الهاتف، بالاخص انا الهاتف تاعي هذا ما فيهش معلومات. هذا الهاتف مخدوم للتعدين، ولكن انت هاتفك عندك فيه معلومات وفيه امور لهذا الشيء. التطبيق هذا نعتذر منكم، راح نحذفه. واولا نحذف الفيديو الصح، نحذف الفيديو به بال 230 مشاهده. نعتذر منكم ان مضيعنا لكم وقتكم، برغم الفيديو كان قصير دقيقه 36 ثانيه، ولكن لما درست المشروع تاعه لقيت مادام يدي صلاحيات بزاف من الهاتف نحذفوه. نعمل له سيبريمي ونزيد نحذف التطبيق. الان راح نتكلم في موضوع ثاني. اذا الموضوع الثاني اللي راح نتكلم عليه هو نيبتون نتورك. كما نشوفوا عندي $1.52، يعني حاب نجرب اليوم التطبيق هذا هل يخرج ولا لا. لما نروحوا هنا تلقى باللي العملات وصلوا عندي هنا. نعطيكم من هنا بات 2.75، 2.75، والان نزيد نبيعو 2.75. تضغط هنا على ماكسيمو ثم تعمل اكشانج. نشوفو راهي تحولت معنا. راح نشوفو شحال ولات عندنا USDT. اذا تكفينا للسحب، راح نسحبه مع بعض نشوفوا العملات توصلنا ولا لا. ترانسفير الشبكة هي TRC20. نروحوا لمنصة باينانس، ندخل الوالات، ديبوزيت USDT. هنا الشبكة TRC20، نعمل كوبي، نرجع حط العنوان، نعمل ماكسيموم اللي فيه $1. انا على حاب نشوف التطبيق يرسل اموال ولا لا. نحط الباسورد والمعلومات ونكملو. كيما نشوفو حطيت المعلومات راهي خرجت.
شوفوها لما توصل نعود نكمل التصوير. كما نشوفوا بعد الانتظار لمدة 10 دقائق نشوفوا باللي السحب راه وصل بعد ما نحاول الرسوم. اذا التطبيق يسحب، لحد الان يسحب التطبيق، ولكن هذا من اجل شرح تطبيق فقط. بصح تبقى ديما هل التطبيق صادق وراح يبقى مفتوح لمدة 6 أشهر أو سنة، الله أعلم. إذا كل واحد يتحمل مسؤوليته، من الممكن أنه التطبيق يبقى مفتوح ومن الممكن يبقى قافل. أنا حطيت $10 هذيك على أساس نجرب، وفي نفس الوقت الفايدة اللي راح تكون نسحبها حتى نسحب رأس المال، وتقعد $10 هذيك الفوائد خليها تقعد حتى إذا قفل التطبيق يدي دراهمه بعد، يدي رأس ماله هو. في الأخير كل واحد يتحمل مسؤولية أمواله. أموالك عندك، حبيت تعمل إيداع حبيت ما تعملش، الأمر راجع ليك. في الأخير نقول لكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.